من أسبوع لأسبوع وحلقة جديدة معكم مع أخبار ووقائع وأجندة عمل إحدى جهاتنا الرسمية والشعبية أيضا والأعمال التي شهدتها اللاذقية الأسبوع الماضي. أهلا بكم إلى حلقتنا ومعمل أجندة عمل هذا الأسبوع من طروحات مؤتمرات النقابات العمالية التي أقيمت الأسبوع الماضي خلال أيام هذا الأسبوع، وفيها طبعا تمت طروحات معظم النقابات العمالية التي تتعلق بشكل أساسي بالوضع المعيشي وبظروف العمل وبيئة العمل لعمالنا. هذه هي الدورة 27 والتي جاءت تحت عنوان وطن بنيناه بعرقنا نحميه بدمائنا. هذا هو شعار المؤتمر والذي قدمت فيه طروحات من مختلف نقاباتنا العمالية، نتعرف إليها من خلال لقائنا مع السيد منعم عثمان رئيس اتحاد عمال محافظة اللاذقية. أهلا ومرحبا أستاذ منعم. أهلا بك. كل عام وأنتم بخير ويعطيكم العافية. وأنتم بألف خير، وعمالنا عمال الوطن بألف خير، جيشنا قيادتنا وعلى رأس السيد رئيس بشار الأسد بألف ألف خير إن شاء الله. أهلا ومرحبا أستاذ منعم. ويعني بالبداية نبدأ الحديث بالتركيز على أهمية هذه المؤتمرات، مؤتمرات نقاباتنا العمالية التي تعتبر محطات لمناقشة أوضاع العمل وأوضاع عمالنا. طبعا المحطات هي دورية سنوية يتم فيها مناقشة كافة الواقع اللي مر خلال العام، شو أنجز من الخطط المرسومة، شو المعيقات اللي اعترضت، وآخر شيء هن بيصوبوا باتجاه رسم خطط العام المقبل. يعني بيردوا الأولويات حسب حاجات القطاعات وحسب حاجات العاملين حسب حاجات العمال، فهني بنظموا شو خطة العمل للعام المقبل. كل مؤتمر كل نقابة يعني بموجب تقاريرها السنوية بتقدمها حسب خصوصية كل نقابة، يعني تكاد تكون إذا سميناها هموم أو حتى طروحات يعني مشتركة، لكن تختلف حسب طبيعة عمل كل نقابة. صحيح. هلا بالنسبة نحن وضع ظروفنا، ظروف العاملين المتعلق بمستوى المعيشي، الصعوبات اللي عم تعترضنا اسوة بباقي افراد شعبنا، يعني ونحن جزء من هذا الشعب، يعني اكيد في مشاكل عم نعاني منها، في التضخم اللي صار والتردد اللي صار بمستوى المعيشة، هذا هم عام يعني لكل الشعب السوري، يعني نحن جزء أساسي من هذا الشعب. فعم نسعى بأي شكل من الأشكال لمحاولة نوقف جنب عمالنا، نقدم شو منقدر، ناخذ من الحكومة شو منقدر، نحاول نوقف جنبه بهذه الظروف الصعبة، وإن شاء الله الله يفرجها وتكون الأمور. نعم، الحياة ظروف استثنائية يعني. تمام. طبعاً نحن بما نشتغل بظروف استثنائية بنعرف نحن الوضع اللي عم تمر في البلد والحصار يعني صراحة لا إنساني. صحيح. اللي عم تعرض له الشعب السوري بكل المجالات. غالبا التقارير يعني حسب بروتوكولات يعني هذه المؤتمرات، يعني تكون هناك تقرير سياسي الاقتصادي المهني، ايضا يعني ما يتعلق حتى ببيئة العمل في كل مهنة. تم يعني اذا ما هيك توقفنا عند ابرز الطروحات، يعني اولا اهم ما تحقق من مكاسب عمالية يعني من عطاءات السيد الرئيس لعمالنا. دائما كان طبق العامل هي باهتمام السيد الرئيس. نحن نعرف من بداية الحرب القذرة اللي صارت على سوريا وجه السيد الرئيس بأنه ما يتوقف راتب أي عامل مهما كانت الظروف. بعرف في ناس انتقلت من محافظة من ناحية من مناطق، في منشآت دمرت، في صار في ضرر كبير للبنية التحتية، واضطروا العمال ينتقلوا احيانا من محافظه لمحافظه او من منطقه لمنطقه او شيء، ومع ذلك روابطهم بقت مستمره وماشي من قطع راتب اي عامل خلال فتره كل الحرب. ونحن لاحظنا انه في كل فتره من الفترات في عم يصير في امكانيه صراحه عم تجي مبادره مشكوره كثير من السيد الرئيس، ان كان منحه، ان كان زياده على الراتب، ان كان هلا عفى مثلا اسر الشهداء والجرحى من القروض اللي اللي كان كما اقترضنا قبل ما يصير حادث الوفاه او الاصابه. فدائما وابدا الطبق العاملي باهتمام السيد الوطن.
وبالنسبة لنا نحن من خلال حوارات الاتحاد العام مع الحكومة، هو في حوار دائم صراحة يعني، وعم تنقل واقع قطاعاتنا بشكل عام يعني، وشو الصعوبات وشو المشاكل وشو المعاناة، إن كانت على بالعمل أو إن كانت على مستوى حاجات العامل يعني. نعم، وخاصة أن هو القطاع الأكبر يعني في سوريا، القطاع الطبقة العاملة، عمال يعني، كل من يعمل سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام هو عامل. طبعا كله عمال يعني. هلأ نحن من خلال القطاع العام، ونحن بنعرف قديش هو أساسي ببناء الاقتصاد الوطني السوري يعني، في شغل مع الحكومة وفي محاولات جدية لتقديم ما أمكن يعني للعامل، وصار في عدة قرارات من بداية الدورة النقابية 27 لهلا، تمثل مثلا برفع مستوى الوجبة الغذائية من 300 ل 300 ليرة. كان في شغل على الأعمال الشاقة والمجد، نحن كنا نشيطين فيها لنا بالمحافظة، وزرنا معظم قطاعاتنا لنشوف بيئة الأعمال، وفي محاولة لتغطية كافة القطاعات إن كان خاص ولا عام. نعم. وفي تعاون جيد من التأمينات الاجتماعية من دائرة الصحة والسلامة المهني بهذا الموضوع، ونحن دائما وأبدا شغلنا شاغل هيدا. نعم، سنتحدث عن يعني المهن اللي هي ما بعرف كيف تم تصنيفها مؤخرا، وهي إحدى مطالبات على مدى سنين إنه بعض المهن اللي تعتبر مجهدة وبدها تقاعد مبكر إلى يعني إجراءات خاصة. أيضا يعني تم الإشارة إلى التعميم أو تعميم رئيس الحكومة بما يخص عمال الحمل والعتالة والوجبة الغذائية، الحوافز الإنتاجية طبعا، والأعمال الشاقة والمجهدة، ورح نشوف بعدين في مكاسب أخرى يعني أو اقتراحات لفتح مراكز بيع في نفس مواقع المؤسسات. لنبدأ بأعمال الحمل والعتالة، ما هو التعميم الذي صدر بما يخصها؟ نقابات الحمل والعتالة شكلت بالفترة الأخيرة من حوالي أكثر من 10 سنوات، وهي كانت حل مشكلة ومعاناة دائمة بمعظم قطاعاتنا على مساحة القطر يعني. كان في منافسة لأخذ هيدا عقود الحمل والعتالة، وصراحة كان فيها شوائب كتير يعني، وكان فيها شكاوي كتير، وكان فيها ظلم وقهر كبير لعمالنا يعني. وآخر شرطات القيادة إنه الاتحاد العمال هو خارج ينظم، ممكن ينظم هاي العملية، وفعلا هتشكلت نقابات لهذا الغرض. من سنتين طلع قرار من رئيس مجلس الوزراء انه يا اخي يكون في منافسه بينه وبين القطاع الخاص يعني. نحن شكلت يعني في عندنا مئات الاف العمال يعني على مستوى القطر عم يشتغلوا بهي المهنة، ولما دخلت النقابه منافسه مع القطاع الخاص صار في عندنا مشكله يعني. هلا كان دائما القطاع الخاص مرن اكثر الى حد ما يعني، والمشكله يعني ما انه ملتزم بشكل كامل يعني لما بتصير ظروف صعبه بفل يعني. بينما احنا عمالنا كرقابات وكعمال نحن ملتزمين 100%، وفي مئات العمال صارت حياتهم واسرهم وكل شيء مرتبط بعمل بهذا العمل، فرجع في قرار هلا جديد حاليا لا بترجع كل عمليات الحمل والعتالي بعقود بالتراضي بين الجهه العامه والنقابه. نعم. وتشكلت لجنة عام. هلا يمكن تختلف الأجور يعني. هلا هو في لجنة بكل محافظة مشكلة من التموين اللي هي العلاقة بالتسعيرة، من الشؤون الاجتماعية والعمل اللي هي بترعى العقود وطريقة في عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة، وبالإضافة لواحد من الجهة العامة اللي بيتم التعاقد معه، وفي اثنين من اتحاد العمال اللي هو رئيس النقابة وأمين الخدمات عضو مكتب التنفيذ أمين الخدمات اللي هو معني بمتابعة هيدي القضايا. نعم. فبتجتمع هاي اللجنة وهن بيحددوا الأسعار على هل حسب. هل تم تصنيفها من الأعمال المجهدة بحيث أن تكون أكيد فترة الخدمة يعني بشكل حكمي صنفت بشكل حكمي بشكل حكمي هي مصنفة بأعمال بالأعمال يعني المجهدة، لأنه كلها حمول أثقال يعني بتعرف استهلاك يعني للجسم البشري يعني. وفي بالقانون 346 أنه أي حدا بيتعاطى مع أوزان أكثر من 50 كيلو حكما مشمل ضمن المرسوم 346. نعم. فهدول أكيد مشملين أكثر من هيك يعني. طلع القرار أنه شمل كل هدول العائلات، شمل بالمظلة التأمينية حفاظا على استمرارية أسرهم وأولادهم وتستمر حياتهم، لأنه
بتعرف هذا بده جهد عضلي، بعد فتره معينه ممكن واحد يتعب ممكن واحد كذا، فمن الضروره يكون في شيء تقدر الاسره تعتمد عليه يعني فيما طبعا بعد. وله راتب تقاعد مثل الاهل بعد الشمال والمزايا التامينيه صار له كافه الحقوق. نعم نعم. كافه الحقوق. بالنسبه للحوافز الانتاجيه سيد منعيم، يعني كمان تختلف ربما من يعني ما رح نقول من نقابه، من عمل الى اخر، من قطاع الى اخر، كيف اليوم نحن بنقدر نحقق العداله بالحوافز الانتاجيه يعني في حال وجدت؟ طبعا المرسوم 1715 هو اللي مرتبط بالحوافز الانتاجيه، واللي هو بيبدا بتبدا الحوافز الانتاجيه لما بيتم انجاز 70% من الخطط المرسومه وما زيد، بحسب الزياده بصير في منح الحافز الانتاجي. هلا بالظروف الحاليه وبتعرف ان الالات قدمت، يعني هلا نحن من فتره منيحه ما في تحديث لالاتنا، لا بتتاخر تراجع العمل الالي، بصير في جهد اضافي متعب على العامل حتى يحقق نسبه تنفيذ منيحه. يعني هلا وجهت نتيجه كمان الحوار اللي صار بين الاتحاد العام وبين الحكومه، وجه رئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء بعد دراسه كل كافه نظم الحوافز بكل المؤسسات والشركات، وفي فكره لاعطاء تشميل كمان قطاعات جديده بهذا الموضوع، يعني لانه الحافز بينعطى للعمل المنتج وبينعطى للعمال المرتبط عملا بهذا العمل. نعم. المنتج. نعم. فبتصور انا هلا ونحن مكلفين كمنظمه بالتواصل مع الادارات، نكون موجودين نحن مع هيدي اللجان عندي اعاده دراسه نظم الحوافز، وان شاء الله نقدر نوصل لنتائج كويسه ان شاء الله. الوجبه الغذائيه استاذ منعيم يعني، وهي ايضا لبعض القطاعات مو لكل القطاعات بالنسبه للعمال، الوجبه الغذائيه لها علاقه ببيئه العمل اللي عم يشتغل فيها العامل، وشو هالبيئه العمل بتاثر عليه على صحته، على فهو بحاجه لياخذ بعض المواد اللي تساعد تقوي له مناعته حتى يقاوم هيدي المؤثرات اللي بتصير عليه. فالوجبة زي إلى علاقة بيئة العمل تحديدا، يعني ما إلى علاقة بالمهني بشكل عام. نعم. ببعض البيئات اللي يعني فعنا نحن بكتير من مؤسساتنا وشركاتنا في بعض الأقسام فيها حسب توصيف دار الصحة والسلامة المهنية لهذا المكان، معروف شو المؤثرات اللي بتصير، شو التأثير على صحته، شو الأمراض اللي ممكن تتسبب له من خلال وجوده بهذا الموقع. بناء عليه نحن طبعا في عنا عدد كبير هو هلا عم ياخده، يعني بس اذا في اي موقع جديد بحاجه لهذا الموضوع نحن نطلب دار الصحه والسلامه المهنيه وبننزل على الموقع. هي عم تكون نقديه ولا عينيه يعني ولا حسب بعض المواقع؟ في بعض المؤسسات بينعطى نقدي وبعض المؤسسات بينعطى عينيه، يعني نعم معروف الاسعار هي تدخل يعني ضمن السلامه الصحيه للعمال او تماما. حتى الامن الصناعي صحيح. يعني لعمالنا كان في مطالبات لفتح مراكز بيع بمواقع العمل، يعني كمان هاي سوريا للتجاره يمكن يعني بسبب كورونا وبسبب الوضع وبسبب غلاء الاجور النقل صراحه، يعني فبادرنا احنا بالتواصل مع السيد المحافظ مع المؤسسه السوريه للتجاره حاولنا نفتح نحن بالمؤسسات والشركات الموجوده عندنا مراكز. هيدي المراكز اولا بتحط فيها كافه المواد المدعومه من رز من سكر من زيت من الى اخره، يعني بالاضافه لمواد اخرى ثانيه، يعني حاولنا قدر المستطاع انه بدل ما يروحوا حتى الخبز حتى يعني في كثير من المحلات هي حتى بتحل مشاكل الازمات بتحل المشاكل اول النقل ما بقى بينزل على السوق في تباعد نحن فينا ننظم العمل فيه، يعني عمال ما يشتغلوا على الخط 13 لو 4 5 على هذا الموقع اخذوا حاجتهم دخلوا على خط العمل بدون ما ناثر على العمل طبعا. يعني بيطلعوا مثلا مجموعه ثانيه وخففوا الازدحام بالخارج بالضبط ووفروا نقل والى اخره. صحيح. فظروف كورونا خلتنا نحن احدى الاحتياطات نوع من الاحتياطات اللي من جمله الاحتياطات اللي اتخذت هذا الموضوع، فنحن ما نسعى مع كل الادارات المعنيه وين في مكان في فينا نامن في مركز لهذا الموضوع عم نشتغل نحن لحتى نامن نعمل مع كل المؤسسات. نعم. دائما سيد منعيم يعني بالمؤتمرات العماليه من زمان ولليوم يعني مثل ما قلنا الوضع المعيشي هو أولويات هي الهموم لمناقشتها، لكن هذا يعني لا ينعدل أو نقول لا يستوي إلا مع طروحات تعديل القوانين والأنظمة، وخاصة يعني بما يتناسب اليوم مع وضعنا الراهن. يعني ما هي الأولويات، ما هي مثلا الطروحات التي شملت بعض التعديلات للأنظمة والقوانين التي تخص الطبقة العاملة اللي بوضعنا الراهن نحن ممكن شوي أنه نقدر ندخل فيها نقدر نعدل فيها بما طبعا أكيد ينسجم ويتماشى مع مطالب عمالنا وواقعهم؟ نحن كمنظمة نحن عملنا
ندوات جمعنا فيها أصحاب الخبرة بهذا الموضوع، وتم دراسة القوانين والتشريعات الموجودة بين يدينا حاليا، والصراحة في قسم كبير منها بحاجة إلى تعديل. ورفعنا المقترحات المناسبة للاتحاد العام. الاتحاد العام طبعا بحواره مع الحكومة تم التوافق على عدد كبير من هيدي تعديل القوانين والتشريعات، وحيلت هلا الموضوع كله يحيل على وزارة التنمية الإدارية، ونحن بانتظار انه يفرج عنا قريبا ان شاء الله. اكيد نحن بحاجة ماسة لتطوير هاي القوانين وهي التشريعات، لانه القوانين القديمة صراحة ما بقت واكب الظروف الحالية، فمن بانتظار تفرج عنا الوزارة، وان شاء الله قريبا موعدين قريبا نحن ما نطول. يعني هي من خلال المؤتمرات هي يتم طرحها ترفع الى وزارة التنمية الإدارية يعني في مؤتمرات وفي ندوات نحن عملناها إضافة للمؤتمرات، لأنه نحن كمان حاولنا نعتمد ناس خبيرة بهذا الموضوع تقدر تشوف نقاط الضعف الموجودة بقوانين حالية يعني تماما، حتى يمكن أنه يحال لمجلس الشعب من المفترض. أكيد هلا نحن القانون بس اتفق عليه وتقدم لمجلس الشعب ليتم مناقشه مجلس الشعب، ونحن عندنا ممثلين للعمال بمجلس الشعب وهن شركاء بهي اللجان المشكلة، واكيد راح يدلوا ويدلون لما بيتقدم القانون، وان شاء الله يطلع بشكل كتير يكون يلبي مناسب يعني يلبي حاجات الناس. نعم. سنتوقف مع تقرير من احدى المؤتمرات النقابات وابرز هذه الطروحات. نحن يعني خلال الاسبوع تابعنا مؤتمراتكم، نتوقف مع احدى هذه المؤتمرات مع زميلتنا بتول شيحه. مداخلات ونقاشات عديدة للحضور في مؤتمري نقابتي عمال الاستصلاح والسدود والبناء والإسمنت لليوم الثالث من فعاليات المؤتمرات النقابية لعمال اللاذقية بدورتها 27. أهم المطالب هي تحسين كانت مستوى المعيشة، العمل على زيادة الحوافز الإنتاجية للعاملين بالقطاع الإنشائي، كان هناك عدد من القضايا المهنية بامتياز، فتم المطلب بتأمين جبهات عمل من قبل الاتحاد المهني على أن يتابع هذا الأمر في الوزارات المختصة. طلبنا بتأمين جبهات عمل للشركات القطاع العام بشكل عام، لشركتنا بشكل خاص، لتأمين رواتب عمالنا ونحن شركة إنشائية بنقبض من إنجاز ما وأعمالنا. بالإضافة طالبنا تقديم ملتزمات العمل إن كوننا شركة بتعتمد على آلياتها وعمالها، جميع أعمالنا من نفسها بآلياتنا وعمالنا حصل، ما نعتمد على القطاع الخاص، لدينا أصول كبير من الآليات قمنا بتحديثه، تأمين مستلزمات الأول اللي هي أمشي المحروقات. أغلبية المطالب اللي بتهم أخوتنا العمال سعينا عليها وحققنا لهم من خلال افتتاح منافس بيع لألون للمواد المقننة، تأمين لقمة العيش الخبز والخبز. ناقشنا جميع الصعوبات بما يخص العمل والعاملين في مديرية الموارد المائية، فنحن عندنا نقص باليد العاملية وعندنا أيضا نقص في الآليات، وفي بعض المسائل تم تحقيقها من قبل وتجاوب الإدارة معنا بهذا الموضوع. كان في عندنا كتير متطلبات حكيناها ودوناها بتقريرنا الاقتصادي، كمان حكيت عن تحسين المعيشة لهالعامل. مداخلتي كانت عن صرافات الآلية، عن إصدار قانون العمل الموحد، عن تشميل المتقاعدين بالضمان الصحي، وتم إصدار مرسوم بعام 2011 رقمه 46 لتشميل الأخوة المتقاعدين من مدنيين وعسكريين بالضمان الصحي. مطالبات سنوية يقترحها العمال وحلول مطروحة من قبل الجهات المعنية للوصول إلى نتائج مرضية. يعني كما ذكرنا سيد منعم، هذه الطروحات تقريبا يعني كانت لمعظم النقابات ما عدا خصوصية عمل كل نقابة. إذا ما تحدثنا عن التأمين الصحي وتشميل عمالنا بالتأمين الصحي، هلا أنا بدي أحكي شوي عن دور المنظمة. شو قدمت خلال هاي الفترة، لأنه صراحة كان نحن واجبا نكون حكينا أنه جنب عمالنا خف عنه ما أمكن يعني، فكان في مجموعة من المبادرات من الاتحاد العام.
شملت كل مبادرة من هاي المبادرات تشمل شريحة معينة من الأخوة العاملين. نعم. بدءا من تقديم بعض الحاجات المدرسية للصفوف عند افتتاح المدارس، محاولة تخفيف عنه قدر المستطاع. نعم. يعني فاستهدفت شريحة معينة من العاملين. يمكن مرحلة تانية كرمنا مثلا المتفوقين بشهادة الإعدادية والثانوي، استهدفت شريحة كمان تانية. بموضوع اعطاء رواتب ربعيه لاسر الشهداء والجرحى. نعم. ما بعرف اذا كان في منظمه غير اتحاد العمال ما يقدم هذه لشهداء الطبقه العامله وجرحى الطبقه العامله. نعم. كمان نحن هي مستمرين فيها بشكل دائم. كمان استهدفت شريحه ثالثه في مره مثلا استهدفنا شريحه العمال المبرزين اللي عم يقوم باعمال مميزه تكريم العمال. يعني تماما. كمان كمان استهدفت شريحه اضافيه، بالاضافه لبعض قدمنا مثلا مساعدات للعمال الاشد فقرا اللي مروا بظروف صعبه. بعرف نحن كلنا بنعرف انه احيانا ممكن تمر على الاسره بعض الحالات، يعني بيكون في حالات مرضيه كبيره، بيكون في حالات انسانيه مساعدات تحت بند المساعدات. كمان استهدفنا شريحه اخر كان مبادره كان اتحاد العام نقابات العمال، وهو دعم اقتصاديه الاسره العامله واللي هي مرتبطه بالاخوات العاملات بمختلف مواقع العمل، يعني تدريب على حرفه معينه مهنه معينه تقدر من خلال تامن وارد لاسرتها كمنظفات. صار في دورة ليلة مثلا خياطة، دورات خياطة مهارات، يعني مهارات كان مكياج وشعر وشال كان في بالحد لأن الاختلاع أو بنت أو زوجة أي أخ عامل كمان موجود، هي متاحة للجميع. مدة الدورة من 3 شهور ل6 شهور مغطاية نفقاتها كلها من اتحاد العام نقابات العمال، وفي كفاءات عم تدرب متمكنين من التدريب. طبعا الغاية منا انه اولا نوفر المادي موجود بالسوق، لانه ممكن وحده تخدم اسرتها وحاجاتها ضمن الاسره وتوفر عليها، بنعرف كلها صارت مكلفه هلا بيها، واذا عندها قدره مثلا تقدم تشتغل وتطور عمله وتطرح بالسوق كمان نحن بقى نأمن تسويق لهيدي المواد. فبيستفيد منها المنتج بإيراد. نعم. لا أسرته، وبيستفيد منها المستهلك العاملنا الآخر اللي بده يسهل كمان هاي المادة، ممكن تجي بأسعار معقولة. نعم. مطلوبة، وهيدي لا في حصار بأسرة لي ولا شيء، المواد الأولية موجودة عندنا ولا مكانيات. نعم. الخبرات موجودة كله محلي وإنتاجنا. تماما. نعم. تماما. إذن هاي بنقدر نقول يعني ما عم بيقدمه ما يقدمه الاتحاد لعمالنا، وتعتبر مثل بعض المكاسب. صحيح. لكن كان في طروحات يعني ولا تزال يعني خلال السنوات الأخيرة وفي هذا المؤتمر أيضا، هو موضوع التأمين الصحي بعد التقاعد. يعني نحن اليوم تقريبا معظم القطاعات صار في عندها تأمين صحي، لكن أنه بعد ما يتقاعد العامل يحرم من التأمين الصحي اللي هو بيكون أشد حاجة له بعد التقاعد. هلا هيدا الموضوع صار في حكي له فترة منيحة، يعني نحن قبل بداية الحرب على سوريا طلع قرار بتقسيم الشريحة العاملة لثلاث شرائح. القطاع الإداري تم تشميله مباشرة هي قبل ما تبدأ الأحداث، وجدت الأحداث وأخرت بعدين بالخطوات لمتابعة هيدا الموضوع. يعني القطاع الاقتصادي مرحلة تانية، المتقاعدين مرحلة ثالثة. نعم. هلا تم صار تشميل للقطاع الإداري بهذا الموضوع، وتوقف المشروع من سنتين بدأنا نحن بتشميل القطاع الاقتصادي. القطاع الاقتصادي صار في كثير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية أنه تشملت بالضمان الصحي، يمكن آخر عقد بتصور هو صار للمرفق. نعم. هلقي. في مجموعة من القطاعات هلا تشملت هلا بس خلصنا القطاع الاقتصادي، يفترض هذا الموضوع ينتقل بقى لفئة المتقاعدين. حتى نحن في كان شغل على ترتيب نقابة خاصة بالمتقاعدين، اجتمعوا بعض الأخوة المتقاعدين وراجعونا وعملنا نظام داخلي مقترح. نظام داخلي للزوم هاي النقابة حتى يقدروا هن يتابعوا أمور بعدين بشكل بالتعاون طبعا يعني نقابة للمتقاعدين. تماما.
في شغل على هذا الموضوع يعني عملنا نظام داخلي ورفعناه للاتحاد العام. الاتحاد العام اكيد بده يشكل بده دراسة يعني وكيف التغطية المالية اللي بتكون مناسبة لهذا الموضوع وكيف مقراتك كيف الهيكل اللي بده يشتغلوا بموجبه ان شاء الله تلاقي تطلع للنور. لا اصبح مطلب ملح يعني صحيح. كل مرة عم بيتكرر هو الحقيقة بالمجلس العام يعني انا طرحه عدة مرات يعني لما اللي احنا وجهنا لعنات للناس لأشد فقرا وانا حكيت يوما يعني هيدي الشريحة أشد فقرا ماديا صراحة وصحيا يعني لانه بعد هالمرحلة بعد هالعمر بتبدأ بقى الامراض تزداد وبصير حاجته اكتر واكتر حاجة. يعني فنحن حريصين كل الحرص ان شاء الله نقدر نوصل لنتيجة بهذا الموضوع أكيد. طبعا يعني على رأس كل هذه المطالب واللي هي تعتبر يعني الاهم يعني نحن هيك من تقييمنا العام هو تثبيت العمال المؤقتين المياومين العقود إلى آخره وهذا المطلب الدائم لكل عمالنا وكل وزارة على حدة تطرحه في باجتماعاتها بمداولاتها وأيضا كمنظمة حضرتكم لكم الدور الأبرز لطرحها والدفاع عنها عن هذا المطلب. نحن اشتغلنا على هذا الموضوع شغل جدي خلال الفترة الماضية ونحن عندنا بالمحافظة أكثر من 90% من عمالنا تسوى وضعهم إلى عقود سنوية. العقد السنوي بياخد كافة الامتيازات العامل الدائم بانتظار صدور مرسوم تثبيت الجميع. بقينا نحن مؤسستين اشتغلنا عليه وموصلنا في نسالة تيجي نهائية وهي موضوع العاملين بشركة تبغ وان عددهم حوالي 1300 عامل 1400 عامل كلهم مؤقتين 1300 عامل مؤقتين تمام. عدد كبير. نعمل كل دراسة حتى نعلم دراسة جدوى اقتصادية للإنتاج العامي ينتجوا شو الأرباح وشو نفقات وشو كل شيء وهن يعني الشركة بحاجته طبعا أكيد وهن بحاجة لنستقر واجتماعيا بحاجة لأنه والله بيعطي استقرار ل 1400 أسرة طبعا. يعني عمل أنا نحن بنعتبره عمل كتير مهم وجاد بإضافة للعاملين بالتلفزيون نعم صراحة يعني البونات وما شابه كافة أشكال العقود نحن في شغل على هذا الموضوع شغل جدي احنا واخدين وعد بتسويت اوضاع كافة العاملين الصراحة نحن توقفت المشروع هلا فقط لأجل الأخوة المصرحين من الجيش واللي خدموا من 5 سنوات وما فوق هدول يفنوا فترة طويلة وهن على الجبهات الأمامية والصراحة إلى النوع من بوجداننا بضميرنا بأهلاتنا الحقوق يعني كمان طلعوا هني بعد هالسنين والأولوية الحقيقة صار في أولوية له فتوقف المشروع حتى يتم تعيين هدول وبصور هلا هني عم يعملوا مسابقات نعم خلال الفترة الجارية مسابقات نحن بس خلصنا من موضوع المصرحين راح يتم دراسة كافة المؤسسات والشركات وين في حاجة لتثبيت الأعمال لتعيين عمال جدد لأنه كمان في عنا نحن متسربين خلال الفترة سيد هذه. منعم يعني حتى لاحظنا بالتقارير أو حتى يعني كواقع عمل الكل عم يحكي أنه نحن عنا نقص يد عاملة في بعض المواقع تماما. مثلا مثل معمل النسيج تماما. ذكرت حضرتك أيضا بعض القطاعات يعني مثلا العتالة المرفأ أو حتى نقص آليات أصبحت قديمة بمعظم مؤسساتنا في عنا صار نقص من مؤسسة المياه لمؤسسة الكهرباء للغزل للنسيج للمرفا لكافة القطاع يعني نعم. هلا في عدد بتصور المسرحين اي زماني هيدي حوالي 60,000 واحد كدفعه ولهلا ما يتقدموا للمسابقات شو بتجي حصة المحافظة ما عندي معلومة بالضبط نعم. يعني بس تم استيعاب هدولي حوالي 2700 متقدم فبس تم استيعاب هدولي بتبدا بقى المرحله الثانيه لانه هذا صار واجب علينا يعني كل الناس متعاطفين مع هاي الشريحه بتصور بعدنا بترجع نتابع بالمشروع إن شاء الله. ومن نقدر نحن نوصل لنتيجه ونحن بحاجه يعني في قطاعات كتير بحاجه لعمال نعم يعني التعويض العائلي كان من ضمن الطروحات يعني هل هناك تحسين هلا صار في اتفاق بين الاتحاد العام والحكومه على مجموعه من البنود هي بتشمل حوالي 14 ماده نعم. من ضمنها تعويض العائلي من ضمن كافة التعويضات اللي علاقة اللي بتنعكس بشكل مباشر على العامل وهي حق صراحة حق من حقوقه يعني لأنه ما نوقع مقبول والله يكون التعويض العائلي
مبالغ كثير زائمة. لا يلتغى أو يتحسن صراحة يكون مقبول يعني. مقبول ك. فصار في اتفاق والحكومة متفهمة هذا المطلب يعني ما في أنك لكن قلت لك أنا كل هاي القوانين راحت على وزارة التنمية ضمن تعديلات القوانين. ضمن تعديلات القوانين بعد تكون هي كده جزء منها حكما يعني. نعم. هناك مطلب هو مشفى عمالي. والحقيقة مطلب كتير حضاري يعني وجهة قد يعني تساهم فعلا بتخفيف من أعباء الوضع اللي بترتب على عمالنا بالطبابة عموما. وكان الأسبوع الماضي عملنا اتصال مع حضرتك عن الحسم بأجور المعاينات وأيضا رشدة وصفة الدوائي. الخدمة الطبية بهالمرحلة هامة جدا جدا لأنه كله حق الأدوية غالي والكلف الطبي صارت صراحة غالية يعني. هلا نحن اشتغلنا على موضوع إنشاء مشفى عمالي، أخذنا خطط أرض حوالي 3 دلومات بمدخل المدينة ونحن وبعتنا نعمل دراسة جدوى اقتصادية 10 دراسات. ونحن هذا الموضوع الأرض ملكيتها انتقلت للمنظمة ودراسة جدوى هلا عم تصير ونحن يعني صارت خلص استملكتوها من الأرض يعني الأرض يعني. بس نحن مشكلتنا كمان نحن منظم يعني إمكانياتنا محدودة. المشفى بالأسعار الرائجة حاليا مكلفة كتير مكلفة يعني. أكيد. فنحن عملنا اجتماع نحن ومدير عام التأمينات الاجتماعية بحضور رفاقنا بالاتحاد العام وناقشنا هذا الموضوع إذا في إمكاني نعمل شراكة يعني نحن وياهم نحن نقدم الأرض وهن يقدموا التمويل لازم لا نقدر إذا فينا من الجهة الثانية التأمينات الاجتماعية إدارة العامة التأمينات الاجتماعية إذا قدرنا نحن لأنه كمان هن عم يعالجوا إصابات العمل كمان عمالنا يعني هن معنيين صح. إذا هن ولا نحن نحن بنفس صح. الاتجاه معنيين بهالشريحة يعني بشكل أساسي. هلا نحن عم نشتغل على هالموضوع إن شاء الله نصير لأنه إذا ما في تمويل من خارج المنظمة ما قادر نحن نعمله لأنه الجهاز اللي كان حقه ملايين صار حقه هلا عشرات الملايين صحيح. وتعرف الكلف صارت كبيرة بشكل والمنظمة ما عندها الإمكانيات الضخمة يعني صراحة لهذا الموضوع. ومبدئيا نحن حتى يعني من باب إنه نسرع نحن بتقديم أي خدمة طبية لرفاقنا اتخذت مبادرة الاتحاد العام ونستقنا نحن معه على أساس ندعم المشاريع الصحية الموجودة بين إيدينا هلا يعني مثلا أخذ أنا في عقار ممكن يسلمه من التأمين الاجتماعي خلال فترة قريبة ومساحته 280 متر يعني بحيث يعملوا عيادات تخصصية وإضافة إلى مخبر وإضافة إلى أشعة. نعم. هذا الموضوع رح يكون بشكل كامل عيادات بخدمة. يعني بشكل خدمة العمال بجور رمزية يعني ممكن كشافيتكم برا 2,000-3,000-4,000-5,000 ممكن نحن نعملها ب 500 ليرة الحد الأدنى تماما لنسبة الحسم للمخبر وللأشعة وللقضايا هاي ممكن نحن تكون توجيه الاتحاد العام القرار بحسم 35%. نعم. يعني في شغله لهذا الموضوع اضافي لانه حسم على الادويه لكل العامل بيحمل الهويه النقابيه 10%. نعم. وهي نسبه نحن بالنسبه لنا يعني نحاول نوع من المساعده بهذا الاتجاه. وعندنا قطعة أرض كمان بمنطقة جبلي مساحة 30 متر كمان بنعملها بهذا الخصوص إنه مستوصف بالإضافة لصيدلية عمالية بالإضافة لعيادة تخصصية بتخدم عمالنا موجودين بمنطقة جبلي وهي عدد مؤسساتنا كتير هناك يعني حابب نشتغل بهذا الموضوع بالقدر الممكن يعني إن شاء الله. إذن يعني كل طروحاتكم هي تصب بالنهاية ب يعني تحسين الوضع المعيشي لعمالنا، الوقوف إلى جانبهم، تأمين بيئة العمل السليمة لإنتاج ولإعمار ولنبقى يعني في سوريا كلنا بخندق البناء وحسب ما قلنا يعني بالشعار ونحن ما متوقف وطن بنيناه بعرقنا فلا نحميه بدمائنا. حقيقة نحن كل جهد نحن يعني في كتير توق لأنه نقدر نعمل شيء نوقف جانب عملنا اللي صمد واللي ثبت واللي صبر واللي حمى مؤسساتنا. نحن نعرف كتير طبقة العاملة ضررت كانت موارد بمعيشتها وضررت بالناس اللي اختطفت الناس اللي استشهدت بالناس صحيح. اللي عانت كتير يعني فواجبنا نحن نوقف جنب هاي الشريحة. واكثر من هيك يعني نحن ما بننتظر وقت المؤتمر نحن ما نحن بشكل يومي كانه كل يوم عندي مؤتمر هذا عملكم دائما هذا عملنا دائما نحن بجولاتنا الميدانيه بتواصلنا يعني بكل اهتماماتنا انه نحن نشتغل بهذا الاتجاه. نعم. ان شاء الله يعني نحن اليوم عبر اجنده عمل يعني وقفنا عند محصله اجنده عملكم خلال عام وهلا نحن ببدايه عام جديد ان شاء الله يكون عام خير على الجميع يثمر بكل ما هو خير لعمالنا عبر مطالباتهم وعبر
جهودكم مع الجهات المعنية. نحن بنتشكركم ويعني منبارك بكل هذه الجهود، منلكم كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير، وشعبنا وجيشنا وعمالنا وقائدنا السيد رئيس بشار الأسد بألف خير. ونحن هي أمانة بيعنا، احنا راح نشتغل بطاقتنا الكاملة لنوصل خفف قدر المستطاع. هيدا واجبنا وهيدا حقنا علينا، وإن شاء الله نحن نشتغل بهذا الاتجاه. شكرا جزيلا لحضورك معنا السيد منعم عثمان رئيس اتحاد عمال اللاذقية، أهلا ومرحبا مرة تانية، وشكرا لحضورك معنا، وتحية لكل يعني كل العاملين في منظمتنا اتحاد عمال اللاذقية. شكرا لك. شكرا شكرا. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا نتابع مع الفعاليات والأنشطة، ورشة النظافة أو بالأحرى هي ورشات عبر حملة النظافة مستمرة. نتوقف مع حملة النظافة في الكورنيش الجنوبي مع زميلتنا لجين إبراهيم. بانتظار الكمامة والقفازات لبدء العمل، حملة نظافة يقيمها فرع طلائع البعث بالتعاون مع دائرة النظافة في اللاذقية. الحملة اليوم هي عبارة عن حملة نظافة يقيمها فرع طلائع البعث في اللاذقية بالتعاون مع دائرة النظافة في محافظة اللاذقية. طبعا والغاية من هذه الحملة تنظيف بعض المواقع العامة في المحافظة وغرس قيم النظافة وحب العمل التطوعي لدى أطفالنا. وطبعا هذا الأثر الذي سيتركز في نفوس الأطفال سوف ينتقل إلى المجتمع المحلي الذي يشاهد هذه الأعمال. دائما هدفنا هو الطفل، أن نزرع في قيم المحافظة على النظافة في كل مكان، سواء بالصف، بالمدرسة، بالبيت، بالحديقة، في كل مكان، لأنه وخاصة بهذه الأزمة اللي عم تمر فيها البلد، طبعا وباء كورونا. نحن دائما من بالإضافة للتوجيهات اللي عم نقوم فيها بالمدرسة، نحن بحاجة نحن نقوم بسلوك معين، هذا السلوك رح ينغرس طبيعي عند كل طفل فينا. العمل على نشر هذه الثقافة لغرس الوعي لدى الأطفال بضرورة وأهمية المحافظة على النظافة. جايين نعمل عمل تطوعي هون لتنظيف الحديقة اللي جنب بيتي، وبتمنى لكل اللي بيكونوا موجودين هم ينظفوا عشان ما حدا مننا ينصاب بالكورونا. جايين اليوم مشان ننظف الحدائق والشوارع، وبتمنى الكل يحافظ على نظافة الشارع واحترام عامل النظافة، هذا أهم شيء لأنه هو عم يشتغل من أجل نظافة الشارع. يعني نحن اليوم اجينا مع رفقاتنا الطليعيين على الحديقة حتى ننظفها ونعلم الناس أنه ينظفوا الحدائق وتضل كل أراضي سوريا نظيفة، لأنه النظافة كتير شيء حلو والنظافة من الإيمان. أجينا أنا ورفقاتي حتى ننظف حائط الشوارع مشان لا أحد يصاب فيروس كورونا، وبتمنى الكل بس كمان ما يفش عن فيروس كورونا. اليوم نحن جايين أنا ورفقاتي على الحديقة لننظف الحدائق اللاطية، وبتمنى إنه كل المواطنين إنه يلبسوا الكمامة ويلتزموا بالكفوف والمعقمات. نشاط مستمر ليصبح ثقافة راسخة لدى الأطفال، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. وفي زاوية حكي فيس مجموعة من الأخبار والوقائع من صفحات بعض مديرياتنا الخدمية والصفحات الأهلية، نبدأ بعد الفاصل. نبدأ من مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد الذي وجه سيادته بتسديد كافة القروض الممنوحة سابقا للشهداء في مختلف البنوك والمصارف العامة على تنوعها، سواء كانت قروض كبيرة ومتوسطة أم صغيرة في كل المحافظات السورية، وتم ذلك من خلال صندوق الشهداء والجرحى. طالت عملية التسديد هذه مئات المقترضين من الشهداء على مساحة الجغرافيا السورية، ليتم بذلك تصفية تلك القروض المالية التي كان يتوجب دفع
دفعها من ذوي الشهداء وبالتالي إعفاؤهم منها، وتم إبلاغ عائلات الشهداء بذلك. دائما شهداؤنا هم الأمانة الأغلى في أعناقنا. مشاهدينا، أيضا من اجتماعات مجلس محافظة اللاذقية، الاجتماعات الدورية يكون هناك دائما طروحات كثيرة يقدمها الأعضاء بحضور بعض المدراء. في هذه المناقشات وضمن دورته العادية بدأت في الأيام الماضية في اللاذقية من مجلس المحافظة، حيث يتم مناقشة قرارات المكتب التنفيذي للمجلس ومتابعة أعضاء المكتب التنفيذي للقضايا المطروحة في دورات المجلس السابقة والمعالجات حيالها. تركزت جلسات اليوم الأول على مناقشة تقرير المكتب التنفيذي لقطاعات الصرف الصحي والمياه ومجالس المدن والبلدان والخدمات والمرافق البلدية والإنشاء والتعمير والكهرباء والمواصلات والنقل والثقافة والسياحة والآثار. يحضر عادة أعمال هذه الجلسات المدراء المختصين وفق جدول الأعمال. كان في هذه الأيام حضور لمدراء مؤسسة المياه والصرف الصحي والخدمات الفنية والنقل الداخلي والاتصالات والسياحة والآثار والثقافة ورؤساء مجالس مدن اللاذقية وجبلة والقرداحة ومديري فروع المواصلات الطرقية وشركة المشاريع المائية والمنطقة الساحلية للشركة العامة للبناء والتعمير والشركة العامة للطرق والجسور. في هذه الاجتماعات دعا أعضاء مجلس المحافظة في مداخلاتهم إلى ضرورة تحسين الواقع الكهربائي وتقليص ساعات التقنين الكهربائي، معتبرين أن فترة التغذية الكهربائية بمعدل ساعة ونصف مقابل 4.5 ساعات تقنين هو تقنين جائر يؤثر على العديد من المهن. وخلال جلستهم الثانية من الدورة العادية الأولى للمجلس برئاسة المهندس تيسير حبيب رئيس المجلس، طالب الأعضاء أيضا بأن تكون الخطط الزراعية منسجمة مع الواقع الزراعي لكل محافظة، مشيرين بهذا الصدد إلى حصر توزيع الأسمدة الزراعية بمحصول القمح. وتناولوا في هذا الجانب هذا الموضوع، ويعني أكدوا أنه قرار مشحف بحق محافظتي اللاذقية وطرطوس، لأنه لا توجد فيهما مساحات واسعة لزراعة القمح، فضلا عن كونهما محافظتين زراعيتين بامتياز، ويعتمد أهلها على الزراعة بشكل أساسي. طروحات الأعضاء أيضا تناولت ضرورة توسيع أتسراد اللاذقية الحافة واللاذقية طرطوس القديم نظرا لازدحامهما الدائم. دعا الأعضاء أيضا إلى أن المجلس معني بمتابعة وتدقيق عمل الشركات الإنشائية العامة ومحاسبتها في حال تقصيرها أثناء تنفيذ المشاريع كأي متعهد خاص، وعدم إعطائهم المشاريع إلا وفق معايير وضوابط تتعلق بقيمة العقد والاختصاص، مؤكدين في الوقت نفسه أن إعطاء العقود بالتراضي لشركات القطاع العام يضر بالمال العام، وخاصة أن هذه الشركات تستعين أحيانا متعهدين لتنفيذ المشاريع. طالب الأعضاء بالتشدد في مراقبة عمل السرافيس في معظم المناطق بسبب عدم التزام أصحابها وسائقيها بالعمل، وإعادة تفعيل مركز الخدمات في سقوبين وتخديم الحي بباص نقل داخلي وتأمين بوابات إنترنت كافية لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في الريف. كما أكد رئيس مجلس مدينة اللاذقية عصام عابدين أن تخديم طريق عام سقوبين هو ضمن خطة هذا العام ولو بشكل جزئي وفق الكتلة المالية المتوفرة، وأن حملة إزالة إشغالات الأرصفة مستمرة بشكل يومي، وأن البلدية تعمل بأقصى الإمكانيات الآلية والبشرية لترحيل القمامة وتنظيف شوارع المدينة. في خبر آخر أيضا ووقائع جديدة، وهي انطلاق تصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2021 التي استمرت على مدى يومين بمشاركة 367 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات السورية في اختصاص الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية في فندق إبلا وكلية الهندسة المعلوماتية في جامعة دمشق. طبعا طلابنا الذين انطلقوا من اللاذقية نشروا قبيل الانطلاق صورهم وهم يعني يعلقون عليها بأنها تجربة من العمر تنتظر هؤلاء الطلاب في التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري. طبعا خلال الأيام الماضية من يوم الاثنين انطلقت هذه الأيام الأولمبياد، وحتى يمكن النتائج أصبحت جاهزة ليضعنا بصورتها الأستاذ علي رياحي مسؤول طلاب محافظة اللاذقية إلى الأولمبياد، ومعنا على الهاتف. تحياتنا إليك أستاذ علي. تحياتي لحضراتكم ولجميع المتابعين، شكرا جزيلا. يعطيكم ألف عافية، ويا ريتك تحطنا بصورة مشاركة طلابنا في اللاذقية عددهم ضمن طبعا كل طلاب المحافظات الأخرى، كيف كانت مشاركة طلابنا في اللاذقية؟
طبعا مثل ما تفضلتي حضرتك، انطلقت اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري يوم 17 الشهر الجاري بمشاركة طلاب محافظة اللاذقية، أو بالأحرى هم أبطال محافظة اللاذقية اللي يمثلونا بالتصفيات النهائية. شارك عنا 25 طالب وطالبة من مختلف مدارس المحافظة متوزعين على اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية. نعم. الطلاب شاركوا الحقيقة عنا خلال اختبارين متوزعين على يومين متتاليين، كل اختبار امتد لمدة 4 ساعات، لنحن نكتشف من خلال هذه الاختبارات مين هن الطلاب اللي رح يدخلوا وينضموا للفريق الوطني. هذه الاختبارات اجت بعد حصيلة تعب وتدريب امتد حوالي 3 شهور من بداية اطلاق موسم الاولمبياد العلمي وحتى موعد الاختبارات الحالية. طبعا كانت اختبارات يومي 18 و19 شهر جاري، وكان حفل اعلان النتائج وتتويج ابطال الاولمبياد البارحة يوم 20 الشهر، والحمد لله كما العادة كان في حصة لطلاب اللاذقية وحضور فاعل على منصات التتويج. فنحن من اصل 25 طالب من طلاب المحافظة كان عندنا 7 طلاب انضموا للفريق الوطني متوزعين على طالبين لاختصاص الرياضيات، طالبين لاختصاص الكيمياء، طالب باختصاص الفيزياء، وطالب كذلك بالمعلوماتية، وطالب بعلم الأحياء. ضمن ال7 طلاب كان لنا حضور على صعيد الميداليات. رياضيات كان في عنا ميدالية خصية بعد 5 سنين من انقطاع طلاب من انقطاع مشاركة محافظة اللاذقية لفريق الرياضيات. السنة عدنا وبقوة إلى هذا الاختصاص عبر ميدالية فضية وعبر طالب آخر من ضمن الفريق الوطني. وكذلك باختصاص الكيمياء أيضا بعد 2 سنوات من الانقطاع عن هذا الاختصاص الحمد لله رجعنا السنة وأيضا بقوة عبر ميدالية فضية باختصاص الكيمياء، وطالب آخر من ضمن الفريق الوطني. وكذلك الأمر باختصاص المعلوماتية كان في عنا ميدالية برونزية للطلاب المشاركين. طبعا هذه النتيجة على قدر أهمية الكم من الطلاب، لكن أيضا في ناحية كثير مهمة وهي النوعية. نحن مقارنة في السنة الماضية كان عنا فقط ميداليتين برونزيتين للفريق الوطني، السنة عم نشوف صار عنا ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، وهذا يدل على شيء، يدل على تطور مستوى الأولمبياد وزياد حضور الفاعل في محافظة اللاذقية. طبعا أكيد بفضل نشاط مختلف فعاليات المحافظة ابتداء من المدارس، من أساتذة المدارس، من الطلاب نفسهم، من الأهالي، وهم لهم الدور الفاعل الكبير برعاية هذه الجدار التميز، واكيد التشبيك والتعاون بين مختلف هذه الجهات مع اداره الاولمبياد لنوصل ونعطي كل موهبه من مواهبنا الفرصه لتثبت حالها بدراستها وتقسيمها. نعم، حتى اصبح الاولمبياد حدث، يعني الحقيقه نحن نترقبه، نفرح، ننتظر النتائج. يعني انتم عم تقولوا النتائج، فعلا نحن بحاله فرح سواء لطلابنا طبعا في اللاذقية وفي كل المحافظات ليتشكل هذا الفريق الوطني اللي نحن ايضا يعني نفرح لانجازنا هذا الفريق من عقول شبابنا واليافعين. الحقيقه فكره بابا نحن دائما بنقول انه الانضمام الى الفريق الوطني هو شرف بقدر ما انه مسؤوليه، لانه من خلال هذا الفريق رح الطالب رح يحصل على فرصه لتمثيل اسم بلده بالفعاليات العالميه وعلى منصات التنافس العالميه، وبالتالي هو رح يكون له شرف تمثيل بلده ويكون سفير للشباب السوري، يكون سفير لكل ابناء سوريا. هذا الشرف يمكن كثير من طلاب سوريا وكثير من السوريين بالنسبة لهم هو حلم وهو طموح وهو أكيد هدف أساسي بالنسبة لهم، وهذا هو الهدف الأسمى. صحيح، طبعا بالضبط، أكيد ما في شك بهذا الشيء. وجديد الذكر من خلال الفعاليات التصفيات النهائية تم على هامش هذه التصفيات إطلاق المنصة الإلكترونية لتدريب الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري، وهذا الشيء الحقيقة كان استجابة من هيئة التميز والإبداع للظروف الحالية لتطورات وباء فيروس كورونا، إضافة بشكل أو آخر بهمنا نحن أن يكون الطالب
مهتم الطالب والمجتمع بشكل عام مهتمين بالتعلم والتعليم. وبهذه الظروف بتطور التكنولوجي بنشوف ضرورة انه نوظف التكنولوجيا لتكون اداة بخدمة التعليم والتعلم عند الطالب، بدل ما تكون هي اداة يمكن لا تاخذ وقته بشكل سلبي ليستثمرها بشكل سلبي. لا، ليش ما نحن نقدم الاداة ليستفيد من هي التكنولوجيا؟ الحقيقة اليوم عم تصير هي دائما عم تشغل ايدين اولادنا وعقولهم، فليش ما نشغلهم بالاتجاه الايجابي المفيد؟ صحيح، خاصة انه هو اولمبياد، يعني هو له هاي الصفة البحثية العلمية، صفة دائما التطور ومواكبة كل جديد. نبارك لطلابنا، نبارك للاولمبياد، لهيئة التميز والابداع، كل الجهات المعنية، لكل المدارس، لطلابنا واهلهم ايضا، ولكل المدربين والاساتذة والمشرفين. وان شاء الله ايضا بنكون معك استاذ علي بتفاصيل اكثر بلقاء في قناة أوغاريت للحديث عن مجريات الأولمبياد ومشاركة طلابنا في اللاذقية. مرة لكم ألف مبروك وكل عام وأنتم بخير، وشكرا لتواصلك معنا الأستاذ علي الرياحي. شكرا لحضراتكم ولاهتمامكم. الحقيقة الإعلام هو شريك أساسي لإدارة الأولمبياد وهي التميز والإبداع برعاية التميز ومتابعة المبدعين أينما كانوا. شكرا لحضراتكم. شكرا شكرا وبالتوفيق لكم دائما. خبرنا الأخير مشاهدينا اليوم وهو تقدم 2724 من المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية للامتحان الخاص بالمسابقة المعلن عنها من قبل وزارة التنمية الإدارية، وذلك على مدرجات كليتي التربية والحقوق في جامعة تشرين. طبعا كان هذا في 18 من الشهر الجاري، وبتكليف من محافظ اللاذقية السيد إبراهيم خضر السالم، اطلع الأمين العام للمحافظة رفعت محمد خلال جولة له مع نائب رئيس الجامعة الدكتور رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلاب الدكتور وليد صيداوي على القاعات على سير الامتحان، مجيبا على تساؤلات بعض المتقدمين. وأكد محمد أنه بعد الإعلان عن المسابقة والاختبار للمسرحين العسكريين وبالتوجيه من السيد المحافظ، تم تشكيل لجنة إشراف للمتابعة وتأمين مستلزمات نجاح إجراء الامتحان والاختبارات، بدءا من استقبال طلابات المسرحين الذي تم وفق برنامج حاسوبي أعد خصيصا لهذا الغرض. تمنياتنا لهم ولكل المتقدمين من المسرحين بالتوفيق والنجاح، ونتمنى كله إن شاء الله ينقبلوا، لأن هذا حق، وهذا الحياة رد لجميل قدموه وهم يحمون الوطن وقد حموا الوطن خلال هذه السنوات. تحية لهم وتحية لأرواح كل شهدائنا. هذا ما جمعناه لكم اليوم مشاهدينا في حلقتنا من أسبوع لأسبوع. إلى اللقاء مع مجريات جديدة في أسبوعنا القادم. دمتم بخير وإلى اللقاء.